رجال والله رجال يا زلمه دانك شواربك وحاطت حلق. تعال عندي واقنعني انه هذا كان شاب. تعال عندي يا زلمه والله طلع احلى من البنات. فيديو جديد ردة فعل جديدة. مرحبا السلام عليكم، كيفكم شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بالف الف خير. انا برجعنا لكم اليوم بمقطع جديد وحلقة جديدة. اليوم اثنين يا جماعة، وصلنا روابط كثيرة عن المكياج لانه كل يوم اثنين عندنا مقطع مكياج. اليوم الفيديو بيقول مرحبا حسون، اليوم اثنين يعني مكياج، بس هالمرة راح يكون فيديو مكياج للشباب. والله عم يحطوا مكياج احلى مني، انصحك تشاهده واتحداك ما تعصب منهم. معناها الشباب مزودينها. الشباب عم يزودوا الجرعة. طيب يا جماعة رح اشوف المقطع سوا، بس بستغرب من الشباب اللي بحطوا مكياج. لمن بيحطوا المكياج؟ لمن يعني زلمة عم تحط مكياج؟ للمرأة يعني، والمرأة عم تزبط شواربة. يلعن اختي القصة. طيب يا جماعة ما بطال عليكم اكثر من المقدمة، دوسوا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا القناة على الجرس. صلى النبي محمد. خلينا نروح ونشوف الفيديو. طيب بداية المقطع عندنا هون شبيب صغير من جماعة الدولة، بس المهم انه شاب ذكر يعني. ما بعرف شو عم يعمل، بس هو حلو من البداية، ما اشوف شي يعني. اذا هو هيك اخته كيف؟ اوكي اوف برافو، والله برافو. هدي هدي شوي شوي، هاي العملة هاي. متعودين البنات تعملها يا زلمة، والله متعودين البنات تعمل هاي الحركة. شوفوا ما احلى يعني، بتحس من هلا بنات ولسه ما حط شي يعني، كلها شوية كريم على شحطة شحوار. لا لا كترته. لحظة لو خبينا الشعر جد، اخفوا الشعر والاذن، بتطلع معكم بنوتي وحلوة وكيوتي. نعم أنا أبو اللي طرقك، شوف ضحكته. حلو معنا هون. أو لا هذا هذا كبير، هذا بطلع عمره بال 26 27 سنة، بس من هلا مبين عليه بده يرزلنا هذا. برافو ما عاف لون ما حطه، ما عاف لون ما تكو. يا جماعة اللي عم نشوفه حقيقة، هدول بني آدمين نظامي يعني. حتى والله عند الأجانب الكفار يا أخي اللي ما بيعرفوا يعني، ما بتوقع هيك فيهم بيحطوا مكياج يعني، مو لهي الدرجة. الظاهر اليوم عنده سهرة على الكورنيش. رموش ينعن أبو اللي نفضك. ينعن. والله طلع يخب يخبل. اوكي هذا نفس اللي طلع ببداية المقطع، نفس الولد. يعني نحن كنا بمصيبة انه المرأة مكياجها كتير والمكياج الكوري وكيف بيكونوا وكيف بيصيروا، هلا صرنا بمشكلة تانية، صار الفيروسات وصلت لعدنا نحن الشباب الذكور. عم يحط ألوان غامقة. اوكي هس كيف راح يطلع؟ هذا حليوة هسا عم يعمل. شو هالالوان اللي عم يستخدمها؟ اوه يا زلمه تقولي صابين عليه. توالزفت. ما بعرف شو عم يعمل. اوكي نفسه الظاهر هو هذا كوفير يا جماعه، او فنان او معلم يعني عم يشتغل. اوكي عم يركب رموش. شفتوا الفرق؟ بس حط هون معلم هيك الرمش شويه خيوط، شوفوا الفرق، العين كلها تغيرت. يلعن عينك. ها شوف الفرق تغيرت، معني ما سوى اي شيء.
فرق كبير 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 جدا وبيعرف يرفرف لك فيهم صح. اوكي تخسي لك هاي الالوان يا شباب يا بنات. هاي الالوان العرايس بيستخدموها، الالوان بتجي هيك معلم بتلعن ام الوجه، الوان ازرق على الاخضر على الفسفوري، الوان كتير هون بس بهاي الشقفه. هذا مكياج عرايسي هذا يا زلمه. ان شاء الله الف مبروك ليله الهنا الهي. تخيلوا اليوم ليله الزفافه. اوكي عم يخفي البشره كلها مع ان بشرته صافيه يعني. شوف العدة اللي عنده. انا متأكد انه انتو البنات ما عندكم من هاي القصص. هاي هي العيون مثل ما كنت عملكم. وخلقنا الانسان في احسن تقويم يا جماعة. جد شوي كب المزح، ديروا بالكم على اولادكم على الجيل اللي طالع. يا عفو الله انت رجل، الله خيرك رجال ذكر، تشيل مسؤولية، تحمي امك واختك، مو تروح تاخذ مكياج امك واختك وتتمكياج الا هيك. ما اتفقنا؟ هذا الغليظ. اوكي هذا بصراحه انا متابعه على انستغرام مقاطع ما بعرف بتجيب المغص. اوكي اوكي لا ولخو معلم ابتسامته بتشل. ما بعرف بتطيب طيب، بتحس ملعوب بالجينات تبعه، ملعوب بالعيار تبعه، ما بيشبه الرجال ابدا ولا حتى بالحركات تبعه. شوف التخطيط الالوان الدنيا. صراحة بستحقر وبشمئز ومعدتي بتقلب من اللي بشوفه بعمل هيك اشياء غريب والله العظيم. انا صح بشاهد هاي وبعمل رياكشن عليها، بس وقت البعد بعمل مونتاج على الفيديو بطلع هيك ما بعرف بستغرب. وحاطت حلقة. تعال عندي، واكمل انه هذا كان شاب. تعال عندي يا زلمة، والله طلع احلى من البنات. يخرب بيتك لك، حلو هيك عيونه ادني والله لذيذ، يخرب بيتك. اوكي عدنا هون الصور. لحظة، هذا شاب ولا بنت؟ بس لحظة لازم نفرق. اوف. معنى رجال، والله رجال يا زلمة. دانك شواربك، شوف بعد ايدنه هدول بعر. لا والله كلها كنوسة، كيمش لها كلها كنوسة. اوكي رهيب. يا الله معقول. طب شو هالمكياج هذا؟ ليش كيف هيك بكل هالحدية؟ سبحان الله، الله عطى العقل للإنسان حتى يشتغل فيه يفكر فيه مو يتمكيج فيه. شوف 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 ماكياتهم، والله كلكم كيوتين. صابتني عقدة نفسية. اوف والله انا هلا لو ما انه الفيديو مكياج وشوف هاي الصورة على انستغرام او اي موقع، إذا أقول اللهم صلي على النبي، إيش هالنظرة؟ إيش هالمكياج الخنفشاري؟ عم طلع شاب. شوف هالمنظر. بتحس لا مرأة وطلع لها دان. مبسوطة حالك؟ يا الله ترحمنا. الحمد لله إنه انتهى الفيديو. يا جماعة اللي طلعوا بالفيديو والله العظيم مو طبيعي، نحن وين وصلنا بإنا زمان؟ صح عم نضحك ومنحكي عليهم ومنقفل، بس يا جماعة
عم يتكاثروا، والله العظيم عم يتكاثروا. ديروا بالكم على اولادكم، على اطفالكم، على الجيل اللي عم يطلع يا جماعه. هالشي كله ما بعرف يعني، كل مالي عم شوف انه هالشي عم يتكاثر اكثر. يعني صار الشباب يتمكجوا اكثر من البنات، ولك بعيدا هيك صار في مكياج اسمه مكياج شباب، وفي مكياج ثاني اسمه مكياج بنات. من ايمت الشاب كان يتمكياج؟ يلعن ابو اللي تركن يا زلمه. من ايمت الزلمه كان له مكياج؟ كل ما هنالك الزلمه اذا بده يساوي او يعمل بروح بتحلى، بتمشط، بظبط دقنه، خلاص يعني هيك متعودين نحن الرجل. الى اليوم صار في مكياج الرجل ومكياج المراه، فما بعرف لاي حال وصلنا بصراحه. نحن بناخذ هالمقاطع بالمزح والضحك بس، جد يا جماعه خدوها شوي بالمنطق، عم يتكاثروا. الله يسترنا ويحمي اولادنا وشبابنا ولا ينحرفوا. تمام يا جماعه. طيب يا جماعه بلا سكر، هذا المقطع اتمنى المشترك بالقناه يشترك ويفعل جرس التنبيهات حتى تصل اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. صلوا على النبي يا جماعه، اشكروا الله، تحيه للجميع والسلام عليكم.